الجلسه اللي هي سريه، جلسه هي علنيه باش الناس باش العموم وباش المحامون يناقشوا من داخلها القانون، والمحامون بهذا الحضور ديالهم داخل هذا الملف هذا باش انه ماشي نصره لزميله ابدا، هو نصره للقانون ونصره للعداله ولمناقشه القانون من التحريف والتزييف الذي يناقش في الشارع، باش اخيرا باش هاد المحامون يوصلوا الصوت للشعب، يوصلوا الصوت ديالهم لهاد الناس هادو اللي مشاو في واحد الاطار اللي هو محرف ومزيف ومكذوب علينا فيه، انهم يقولوا لهم راه حتى واحد ما فوق القانون، رحنا سوف نناقش القانون داخل هذا الملف، ومادام توجهنا الى القضاء الا من اجل انصافنا، لانه عيب عيب انك تسمع من واحد الطرف انه كيقول راه استغلوا الصفه ديالهم، حتى واحد ما كيستغل الصفه وحتى واحد ما كيستغل شي حاجه، على بدليل ان راه كل شيء كيكون متابع اذا ارتكب جرحا، راه كل شيء، راه انا حقيت انايا، انا مواطنه، انا مواطنه مغربيه وانا مواطن داخل هذا الشعب، فكيف بي انا لا انصف موكلين يتقدمون الي بملفاتهم من اجل انصافهم في شكايات انني نكون ضحيه في واحد الملف وانني ما تقدمش انا القضاء، على اعتبار شنو انا زعما غادي ندير شرع اليد زعما ولا غادي نمشي نحزن ولا ماشي، انا قدامي كترتكب جناح، وبالتالي اي واحد غير ارتكب في حقي انا يا جناح غادي يلتجأ للقضاء، كما هي انها مشات التجأت في المحكمه الاجتماعيه فهذاك حقها، هي كتقول كاينه واحد الواقعه، القضاء غادي يثبت من هذه الواقعه هذه، وبالتالي هو الذي سيفصل في هذه المساله هذه ديال النسب، كما انني انايا تقدمت بشكايتي لهذه المحكمه، والمحكمه سوف تتخذ جميع الاجراءات القانونيه. راه القضاء سلطه مستقله عن الشارع. راه الامور اللي كيحاولوا انهم يوصلوا هاد الناس هادو وكيبغيو انهم ياثروا زعما على الراي العام باش انهم يجيشوا الراي العام على واحد التوجه زعما باننا حنايا راه نعتدي ولا كذا، ابدا غادي يكون غتكون قرارات قضائيه وغتكون معلله كسابقاتها في جميع الشكايات التي كانت معروضه امام المحكمه وجميع المحاكم التي تبوت في الامور اللي هي جنحيه، وغادي يتناقش من داخلها القانون وفقط ولا شيء غير القانون، واللي عنده شي حق راه غادي ياخذه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.